ولا يستغرب ممن عاد الله وأنبياءه وملائكته وكتبه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يفعل ما يفعله اليهود اليوم بالفلسطينيين، فهذا أمر معهود منهم. حاربوا من هو خير من الفلسطينيين وحاولوا إلحاق الأذى به، حتى قال لهم موسى بن عمران: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ لكن المستغرب هو صمت المسلمين وعدم مشاركتهم فيما يحصل، وحيادهم وإهمالهم وخذلانهم لإخوانهم، فهذا أمر لا يدل على إيمان ولا على إسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه الآية مقرعة لكل من تقاعس أو سولت له نفسه ذلك. فالله يسأل هذا السؤال: وما لكم؟ وهو سؤال موجه إليكم معاشر المسلمين جميعا، سؤال امتحان من الله ديان السماوات والأرض. فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله مستضعفين من الرجال والنساء والولدان وأنتم ترون قتل الأطفال وإبادتهم وقتل النساء وإبادتهن وتهديم على رؤوس أهلها. وبين الله سبحانه وتعالى ما يحفز لذلك، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنك كان ضعيفا.